لك سيدتي. آلة لتذويب الدهون هو موضوعنا اليوم مع الدكتور أشرف الودغري الإدريسي، مختص في طب الجلد بالرباط. صباح الخير، أهلا وسهلا بك دكتور. ما كنسمعوكش مزيان، نتمنى إن شاء الله أن الصوت يكون واضح أكثر، ونتكلموا على هذه التقنية الجديدة لتفتيت الدهون. هي تعادل نوعا ما الشفط، ولكن الشفط عنده تقنية أخرى وعنده يمكن حتى مضاعفات أخرى. بالنسبة لآلة تذويب الدهون مبدأها ربما أنه واضح جدا، لأنها عندها مرحلة سهلة جدا، فهي تخفف فقط وليس يعني تقوم بعمليات الشفط كل الدهون. هذا موضوعنا، تفاصيله أكثر غنعرفوها مع الدكتور أشرف الودغيري الإدريسي، مختص في طب الجلد بالرباط. على ماذا تعتمد هذه التقنية مستمعينا مستمعتنا؟ كنعرفوا بأن الكثير من الناس كيعانيوا من زيادة في الوزن. هذه المسألة هذه اللي كتأرق مجموعة ديال الناس، كتقلقهم، عندهم شي زيادات أخرى في مناطق معينة. فهاد الآلة وهاد المبدأ كيمكن أن هذيك البلاصة بالضبط أنها ممكن نهبط منها واحد شوية ديال الدهون. كيفية عمل هاد التقنية معك دكتور أشرف الودغري الإدريسي؟ صباح الخير. صباح الخير، اش اخبارك دكتور؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بك ومستمعين الاذاعه الوطنيه اللي دائما يعني سباقه للكلام في هذه المواضيع هذه اللي كتهم واحد الشريحه كبيره ديال الناس. مرحبا بدكتور، وهذا واجبنا، ومشكورين كذلك انكم كتعاونوا معنا في هذا الواجب هذا، اننا كنبلغوا المعلومه كما هي، وخصوصا المعلومه العلميه والطبيه. الكثير من الناس كيسمعوا بهذه الاله ديال تذويب الدهون دكتور اشرف الودغري الادريسي، شنو هي الاله هذه ولاش كتليق وشنو مضاعفاتها اذا كانوا مضاعفات؟ تفضل دكتور. فعلا يعني نعرفوا بان المغرب ككثير من البلدان يعاني من المشاكل، واحد نسبة مئوية كبيرة من الناس كتعاني من المشاكل ديال البدانة، سمنة موضعية إلى غير ذلك. لذلك فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه الكثير من الناس كيحاولوا يعالجوا هذا المشكل، لأن هذا المشكل عنده كثير من العلاجات، وفي كثير من الأحيان هذه العلاجات خاصة تكون متكاملة، يعني ما كاينش علاج واحد، يعني ضروري من التوازن الغذائي، ممارسة الرياضة، ثم تقنيات سواء جراحية أو غير جراحية. إذا النقطة الثانية هي أنه الكثير من الناس كيحاولوا ما أمكن يتفادوا الجراحة، ماشي حيث الجراحة خايبة، ولكن حيث الجراحة يعني عندها مقومات، كاين دي ريسك في بعض الأحيان، ماشي ضروري، يعني راه الجراحين كيقوموا بعمل جيد جدا، ولكن في بعض الأحيان ممكن توقع مشاكل، نزوف، تورمات، نتوءات إلى غير ذلك، اللي يعني ماشي كل شيء واجد ذهنيا ومعنويا وحتى فينانسيغمون باش ماديا للجراحة. إذا الناس كتقلب على طرق أخرى. هنا خصنا شوية ديال الوعي والحذر، لأنه هاد المخشي هذا ديال البدانة أو السمنة فيه فيه مشاكل. الناس خصهم يتوخاو الحذر، ماشي كل ما هو مقترح هو مزيان. وهذا الجسم ديالنا هذا يعني خصنا نردوا البال شنو كان وضعه في الجسم ديالنا، ولأنه كاين أمور اللي ممكن تكون مضرة. إذا من بين التقنيات الموجودة في محاولة إزالة الدهون، كاين عندنا الأجهزة آلية اللي في الأغلب ديالها غادي تعتمد على تقنية التجميد، وكاين إبر إزالة الدهون أو تذويب الدهون. هادو هما التقنيتين الأساسيتين اللي موجودين دابا. التقنية الأولى اللي هي ديال وهاد التقنيتين بجوج بهم، سواء الإبر أو الآلة ديال التجميد، فهما تيتوجهوا لواحد الشريحة من الأشخاص اللي السمنة عندهم كتكون موضعية. موضعية الناس اللي تخينين بزاف أو عندهم زيادة في الوزن كثيرة، ما يمكنش، وأنا كنقولها وكنأكد عليها، ما يمكنش يتوجهوا لهذا النوع من المشاكل قبل ما يقوموا بواحد يطيحوا الوزن ديالهم بواحد الصفة كافية اللي تجعلهم كيقدروا أنهم يتوجهوا لهذا النوع ديال التقنيات. لأنه من هاد الناس اللي عندهم كيكون عندهم
لو بي ام اي اللي هو لو بودي ماس اندكس او قياس كتله الوزن اللي هو القسمه ديال الوزن ديال الانسان على الطول ديالو مربع. فهذا عندنا كيعطينا واحد لو شيفر واحد العدد اللي كيحدد واش هذا الشخص ممكن انه يستفد من هذه التقنيات او غير ممكن. اضافه هذا فقط يعني المعايير كتاخذوها معيار واحد، كاين معايير اخرى اللي متعلقه بحجم هذه السمنه الموضعيه، يعني هذيك الكتله التكتلات ديال الدهون خاص يكون عندها واحد الحجم معين باش تقدر تستفد من هذه التقنيه. اذا كان الحجم ديالها اكبر او العمق ديالها اكبر او معايير اخرى غير ملائمه ما كنحبدوش الاستعمال ديال هذه التقنيه لانها تقدر ما تعطي اي نتيجه. طيب. وهذا اللي وقع فيه خلل لانه بعض المراكز للاسف تستعمل هذه التقنيه ديال لجميع الحالات اخرى لجميع الحالات، فالناس ما كيكونوش على درايه لانه ما توصلوش للنتيجه الكافيه. نعم. نبداو بالتقنيه، تفضل دكتور اياه قبل ما ندوزو للتقنيه الاولى وتفصيلا اكثر. التقنيه اللي قلنا السمنه خصها تكون موضعيه، هذه سمنه في غالب الاحيان حتى بالحميه ما يعني كتبقى عنيده حتى للحميه. نعم ما كتنزلش. كيقوم بالحميه ديالو كيطيح الوزن، يعني كيغيوسي انه يفقد واحد الوزن لا باس به. نعم. ويدخل في ذاك المعايير ديالنا، ولكن واحد المناطق اللي هي مثلا الارداف، مثلا المنطقه في البطن، مثلا الكتفين ربما لي بغا حتى هما، ايضا يعني التواعد، البطن، الداخل ديال لي مونبز انفيريور ديال الرجلين، يعني كيكون فيهم تكتلات موضعيه. هذه ممكن العلاج ديالها. التقنيه الاولى هي تقنيه التجميد، هذه كتعتمد على انه غادي نطبقوا عن طريق جهاز اللي غادي يجر لعندو هذه الكتله بدون الم، غيجر عنده هذه الكتله ثم غادي يقوم غيعزلها ياخذها لعنده، ثم يبدا تدريجيا يهبط درجه الحراره لواحد درجه معينه. التقنيه كتعتمد على لا سونسيبيليتي ديال لا غريس لدرجه الحراره. هذا هو لو برانسيب استعمال ديال هذه الاله، لانه تبتات علميا انه الدهون بعض الانواع الخلايا الدهنيه اذا تم الوضع ديالها تحت واحد درجة الحرارة اللي هي باردة جدا، فكتبدأ يعني كتفتت شيئا ما، ثم الجسم ديالنا كيقوم هذيك الخلايا اللي هي كيعتبرها انها متلفة غادي يقوم بالليليميناسيون ديالها عن طريق الجهاز اللمفاوي ديالو، اللي هو كيقوم اصلا بالتخلص من الخلايا الميتة وثوابت الى غير ذلك. دكتور إذن تبارك الله عليك، يعني معلومات كلها واضحة، واللي كيعجبنا فيكم مشكور جدا على هذا التبسيط وهاد يعني السلاسة والبساطة كذلك في الكلمات وتقريبها من المستمع الكريم. غدا بإذن الله نوصلوا في نفس الموضوع، هاد التقنية ديال التجميد، تجميد هاد يعني الدهون وكيفية تفتيتها وكيفية الإذابة ديالها، معك دكتور أشرف الودغيري الإدريسي، مشكور جدا مختص في طب الجلد بالرباط، لك كل احترامنا، إلى اللقاء.